مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وحياكم الله. التغطية معكم من الفرات الفضائية مستمرة. الأحداث ربما تطورت كثيرا في النصف ساعة أو الساعة الأخيرة من هذا اليوم. نهار هذا اليوم كله من الساعة 10 تواجدنا في هذه التغطية إلى حد الساعة 4 عصرا، كنا بسيناريوهات مختلفة، بتعقيدات للمشهد، بمعلومات جزء منها صحيح، جزء من عندها منها يعني يتم الـ 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 يعني تكذيبه بعد حين. هذه الأسماء والتسريبات اللي نستمع لها منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، لكن بعد الساعة 4:30 بالتحديد اختلف كثيرا الموضوع. يعني بعد أن بدأت الجلسة وقرئت الأسماء وتم قراءة اليمين وتأدية اليمين واعتلاء السيد المشهداني رئيس السن إلى الجلسة، اختلف الوضع كثيرا. بعد ذلك حدثت مشادات كلامية على إثر تقديم الإطار التنسيقي نفسه أو ورقته ككتلة أكبر. على إثر ذلك تطورت الأحداث داخل جلسة البرلمان بين معترض على هذا الأمر وبين مؤيد على أن الإطار هو الكتلة الأكبر. هذه المشادات دعت رئيس السن السيد المشهداني إلى رفع الجلسة. رفع الجلسة أدى إلى أن يتم التجاوز بالضرب، وهناك حديث على أنه في عصاية إذا صحت العبارة ضربوا بها على رأسه، مما دعا إلى نقله إلى المستشفى، و يعني بصراحة تدهور حالته الصحية. هذا كل اللي حصل. بعد ذلك قام السيد المالكي، الشيخ الخزعلي، ربما السيد العامري أيضا بالذهاب للاطمئنان على صحة السيد المشهداني. بدأ بالصورة وكأنه صحته جيدة كما في الصورة واضح. بعد هذا يعني ذهب الموجودون في الجلسة، على اعتبار أن الجلسة انسحبت بعض الكتل منها، ومنها الإطار التنسيقي انسحب، الاتحاد الوطني انسحب، الجيل الجديد، امتداد، كتل انسحبت من الجلسة بعدما يعني تمت إثارة الفوضى داخل هذه الجلسة، فتم انسحاب هذه الكتل. تم الطلب من السيد عامر الفايز باعتباره رئيس السن الاحتياطي الأول أنه يترأس الجلسة. رفض السيد الفايز وغادر المبنى، مبنى البرلمان. بعد هذا تم الطلب من الاحتياط الثالث وهو السيد خالد الدراجي احتياط السن الثالث. الأخبار تنقل الآن أن السيد الدراجي هو من يترأس الجلسة. مدى دقة قانونية هذا الأمر بوجود رئيس جلسة يعني رئيس السن ويتم تنحيته والاعتماد على رئيس السن الثالث، لا أعرف أن أجزم بهذا الموضوع. هو من اختصاص القانونيين، بعضهم ذهب إلى تأييده، البعض الآخر قال لا يمكن بوجود رئيس لم يتوفى أو يصيبه عارض صحي قاهر، فبالتالي لا يحق عزله عن رئاسة الجلسة برئاسة السن. البعض الآخر يقول مجرد مغادرته البرلمان يعتبر الاحتياط هو بديل عنه. مشاكل قانونية قد تبدأ ولا تنتهي بعد هذا اليوم أو ما حصل بالتحديد في جلسة البرلمان الأولى. الآن أيضا السيناريوهات مفتوحة على مصرعيها، التوقعات كثيرة جدا. هنالك الآن جلسة برئاسة السيد الدراجي، هذا اللي نحب ربما نستوضحه أكثر إذا كان الزميل حسين ياسين جاهز. جيد، الزميل حسين ياسين جاهز وربما هو لديه من التفصيل أكثر من ذلك. حسين حياك الله ومرحبا بك ولك الكلمة، تفضل. نعم اياد، اهلا بك. النصاب مستمر ب 205 نواب، وكما ذكرت جنابك الكريم ان الجلسه ستدار بالاحتياط الثالث وهو خالد الدراجي. الان الجلسه مستمره بحضور كما ذكرنا 205 نواب، وبالتالي فتح السيد الدراجي باب الترشيح وقدم اسمين للسيد الدراجي، هم
كل من محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني. ما يتعلق بالقانونية لهذا الموضوع تحدثنا مع مختصين في الجانب القانوني حول إمكانية إدارة الجلسة بهذه الطريقة، ذكروا لنا بأن هذا الأمر هو يسير بشكل قانوني، لا سيما وأن الأمانة العامة لمجلس النواب عند افتتاح الجلسة قبل أن تقدم السيد المشهداني كرئيس اللسن أعلن ثلاثة أسماء، هم كل من السيد محمود المشهداني، تلاه السيد محمد الفائز وعامر الفائز عفوا وخالد الدراجي. بطبيعة الحال عامر الفائز عندما اعتذر فبالتالي صارت الأمور تذهب باتجاه الدراجي، وهو بالفعل الآن يدير هذه الجلسة واستقبل أسماء المرشحين لرئاسة البرلمان، وبالتالي هذه سيكون هناك اقتراع كما ذكرنا أياد بطريقة الاقتراع المباشر. سوزان سلام عليكم، يا ريت تعطينا بعض التفاصيل مباشر، يعني أياد كنا نحاول أن نحصل على بعض التفاصيل من السادة النواب المتواجدين هنا في الدار الإعلامية، لكن بطبيعة الحال الأمور ذاهبة باتجاه الاقتراع. حسين هناك حديث عن موضوع قانونية عقد الجلسة بوجود رئيس السن دون أن يكون هنالك ظرفا قاهرا على إبعاده من رئاسة الجلسة، فهل هذا يعتبر طبيعي؟ لا نعم أياد. أها أياد، يعني حسب التفسيرات الأولية من الجانب القانوني أن ما حدث مع السيد المشهداني هو ظرف قاهر ونقل على أثرها إلى المستشفى، وبالتالي فالأمور تذهب باتجاه المرشح النائب الأكبر سنا الثاني وهو كان عامر الفائز، بعد اعتذاره تصار الأمور إلى الذهاب باتجاه يعني النائب الأكبر سنا ما طرح وهو ثالثا. إذا بطبيعة الحال إنما جرى اليوم هو إجراء قانوني، وأياس سنحاول أن نحصل على لقاءات لتثبيت ذلك. وما يتعلق بالجلسة الآن تسير بعد أن الحديث عن انسحاب الأسماء، يعني انسحاب الإطار التنسيقي وانسحاب الجيل الجديد وامتداد والاتحاد الوطني، عندك معلومات بهذا الجانب حسين؟ أياد الآن وردتني بعض التفاصيل من الزملاء، يعني رئيس السن يتصل هاتفيا ليتأكد من ترشيح المشهداني بعد وعكته الصحية، والمشهداني من المستشفى يجيب نعم أعلن الترشيح. يعني خالد الدراجي اتصل بالسيد المشهداني في المستشفى الآن حاليا هذا العاجل، والسيد المشهداني أكد للسيد الدراجي أنه نعم يود الترشيح، والآن تم المباشرة بالتوزيع الاقتراع للتصويت على مرشح رئاسة البرلمان. التصويت آيات كما ذكرنا سيكون تصويتا سريا من خلال الكابينات الموجودة في القاعة الدستورية، بعد ذلك سيصار إلى فرز الأصوات ومعرفة من سيكون رئيس الدورة البرلمانية الخامسة سواء كان سيد الحلبوسي أم المشهداني. كان هنالك حديث عن إعلان الإطار التنسيقي نفسه ككتلة أكبر، قدم ورقته إلى رئيس السن، هل لا يزال الإطار التنسيقي يعتبر هو الكتلة الأكبر أم لا؟ يعني هل لديك معلومة حول ما جرى بعد أن قدم الإطار ورقته؟ بعض التسريبات آيات حول هذا الموضوع تشير إلى أن الأمور ذاهبة باتجاه تفسير المحكمة الاتحادية، يعني بعد أن حاول السيد المشهداني إناطة الأمر إلى القانونية في مجلس النواب، ذهبت الأمور الآن أعتقد باتجاه المحكمة الاتحادية لمعرفة ذلك. يعني السيد المشهداني كان يحاول من التأكيد أو التأكد من أسماء الكتلة الأكبر التي قدمها الإطار التنسيقي والتأكد من الأسماء، لكن ما حدث من أحداث خلال الجلسة قد أخر أو عرقل المشهد. الآن أياد بدأ إجراءات التصويت لاختيار أحد مرشحي رئاسة البرلمان، هذا الآن عاجل هو البدء بالترشيح، بدأ اختيار المرشحين، يعني المرشحين لرئاسة البرلمان عفوا أياد رئيس السن خالد الدراجي، النواب المرشحون لرئاسة المجلس السيد محمد ركان الحلبوسي والسيد محمود المشهداني، والآن بدأت عملية الاقتراع
بالنسبة للنواب الحاضرين والذين يبلغ عددهم 205 نواب. إذا يعني ما أعرف وكأنه الوضع أيضا حسين وأنت تتحدث يزداد تعقيدا. لدي الآن أيضا عاجل وصلني على أن الإطار التنسيقي يقول أنه لا يعترف بمخرجات رئيس السن الدراجي. تعقيد أكثر المشهد تمام حسين. وهذه مشكلة وهذه مشكلة إياد، هذه مشكلة إن حدثت، لكن يبقى الجزم القانوني أو طيب. الرأي القانوني هو من صلاحية المختصين، لا نستطيع طيب. حتى اللحظة تأكيد ذلك، لكن المشكلة أعتقد تعقدت، وإذا ما ذهبت الأمور باتجاه ذلك أعتقد سيكون الأمر فقط باختيار رئيس، وسيؤجل موضوع النائب الأول والنائب الثاني يعني إلى وقت آخر، وقد يعود السيد المشهداني إذا ما تعافى لإدارة الجلسة. أعتقد هذا السيناريو أيضا مطروح، لكن لا نستطيع الجزم به يعني. يعني حتى أنا يعني أترك لك المجال للحصول على معلومات أكثر وأعود لك مرة أخرى. أتمنى حسين إذا استطعت وأنت هناك متواجد أن تؤكد لي هذا الخبر، نواب الإطار التنسيقي وإشراقة كانون والاتحاد الوطني والجيل الجديد ينسحبون من الجلسة. أنا أشكرك حسين على ما لديك من معلومات وتواجدك هناك لرفدنا بكل ما هو جديد عن إجراءات الجلسة. شكرا لك حسين. خليني أعود للاستوديو هنا ومعي ضيفي السيد محمد الكناني عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني. مرحبا استاذ محمد حياك الله. ربما شاهدت انت ايضا ما حصل هذا اليوم في جلسة مجلس النواب بعد الساعة الرابعة، ايضا ما جرى من نسميها فعاليات او يعني صدامات ما كنا نتمنى ان تحصل. هل هذا ربما نهاية المطاف؟ المجلس النواب يعني الان امام مشهد متفرق لا يمكن الاعتماد على مخرجاته، أم لا ممكن أن تعود الأمور إلى نصابها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة الفرات الفضائية. أستاذ عياد في بادئ الأمر نأسف لما شاهدناه اليوم في قاعة مجلس النواب، باعتبار أن هذه القاعة تمثل الخيار الديمقراطي للشعب العراقي والتمثيل الحقيقي لمكونات الشعب، والشعب ماذا يفعل إن يرى هكذا هي تصرفات من يختاروه لتمثيلهم أمام المحافل الدولية وفي اختيار القرارات الدولة وقوانين الدولة الصعبة التي ستواجهنا خلال هذه الأربع أعوام التي نشكك أن تدوم لأربعة أعوام. اسمح لي أن أنوه على هذا العاجل المهم. الآن تصل لنا مشاهد من التصويت العام أو التصويت الخاص باختيار رئيس مجلس النواب، التصويت السري. هذه المشاهد تشاهدونها الآن، السادة المشاهدين والنواب يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس مجلس النواب. الآن الحضور بحسب ما وصل من الدائرة الإعلامية هو 205 من الحاضرين، هم الآن يذهبون للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مجلس النواب. الحديث عن هنالك اسمين طرحا لهذا المنصب هو السيد محمود المشهداني والسيد محمد الحلبوسي. هذه الصور كما تشاهدونها هي لتصويت النواب بعد أن أدوا يمينهم الدستوري، يصوتون الآن لاختيار رئيس مجلس النواب. التنافس محصور بين السيد المشهداني كما هو واضح باللوحات البيضاء الصبورة، السيد محمود المشهداني والسيد محمد الحلبوسي هو الاختيار الذي يصوت له النواب. هذه الصور كما تشاهدونها. أعود لضيفي إلى حين ما تظهر النتائج الخاصة بهذا الاقتراع. نعم سيد محمد، كنت تتكلم عن الأحداث المؤسفة التي جرت. أحداث مؤسفة وقد تدخلنا في يعني لدى المشهد الدولي بإشكالات
بعدم قناعة المجتمع الدولي بالديمقراطية العراقية، خاصة بأن هذا المجلس النواب سيكتب قوانين ويشرع قوانين لأربع سنين قادمة، التي لا نعتقد اليوم ما رأيناه، لا نعتقد أن تكون هذه الدورة مكملة لسنة أو سنتين، مما سيضطر أيضا المشهد القادم، المشهد السياسي القادم، إلى هم خروج تظاهرات عارمة وتبديل مجلس النواب، وأعتقد يصبح المطالب بتبديل قوانين مهمة كالانتخابات وغيرها. إذن هو مشهد لا يرغب أن يراه الشعب العراقي، لأنه إذا كانت هنالك مشكلة بالشعب فهذا شعب فيه كثير من الأمزجة، ولكن عندما يصل مجلس النواب إلى هذا إلى هكذا مزاجيات قد تكون صعبة بحق العراق، هذا العراق العظيم الذي يمتلك آلاف السنين. من الصعب أن تكون حضارات العراق انبثقت تشريعاتها من مسلة حمورابي في بابل أن تكون مشاهدها إلى هذه المستوى. يعني أستاذ محمد، الآن على الأقل الثابت من جلسة هذا اليوم هو تقديم الإطار ورقته ككتلة أكبر، يعني هل سيبقى هذا الخيار هو الراجح أم لا؟ ممكن يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير هل يحق لرئيس السن تسلم طلب بالكتلة الأكبر؟ برأيك يعني نحن أمام تعقيد جديد بالمشهد؟ نحن ذكرنا سابقا أن الجلسة الأولى يحدد فيها الكتلة الأكبر، طيب فكيف يحدد الكتلة الأكبر داخل الجلسة الأولى وتذهب إلى المحكمة الاتحادية؟ إذن هي تفسيرها أن تكون داخل مجلس النواب، طيب. تحديد الكتلة الأكبر، وأعتقد أن رئيس السن دقق الأسماء ورأى الأسماء، وأعتقد هنالك يعني هذا الإعلان من الإطار التنسيقي أعتقد بعد الانتخابات، الإطار التنسيقي ذكر أنه يمتلك 90 نائب أو 88 نائب، الحديث عن 88 نعم، يعني مو اليوم، هو أعلنها بعد الانتخابات، قال لدينا 88 نائب أو 90 نائب، نحن كتلة أكبر، ولكن نريد أن الحديث يجري بالجلسة الأولى، ولكن الحديث الرسمي يأتي بالجلسة الأولى، أي والرجل اللي مقرون بالتواقيع المفروض طبعا، وأكيد ذهب يعني الناطق الرسمي باسم الإطار السيد أحمد الأسدي علن الأسماء أمام مجلس النواب جميعا، والأسماء مسجلة ومثبتة، وأيضا الأخوة في التيار الصدري قدموا 76 نائب أو ما يزيد، إذن هي كانت عملية دستورية. هو كان الحديث هنا يجري أستاذ محمد على أنه هو رئيس السن ولا رئيس الدائمي لمجلس النواب من يحق له أن يتسلم ورقة الإطار أو ورقة الكتلة الأكبر بالجلسة الأولى؟ بالجلسة الأولى، بالجلسة الأولى، لكن الرئيس منه بالجلسة الأولى؟ الرئيس السن، هي الجلسة الأولى، الجلسة الأولى تختتم باليوم اللي يترأسها رئيس السن الأكبر. لا بس احنا الآن ده يجري الآن الاقتراع من أجل اختيار رئيس أذكرك بحوادث، رئيس البرلمان أذكرك بحوادث، تفضل. أول 2018 قدمت إلى النائب اللي كان الزيني، عن سائرون زيني، ايه نعم، قدمت زيني له ورقتا الإصلاح والبناء، طيب، كورقتا كتلة أكبر، طيب، ولكن الاختلاف كان عن توقيع رؤساء الكتل أم النواب، البناء تحالف البناء ذهب بنواب عداد، وتحالف الإصلاح ذهب برؤساء كتل موقعين، طيب، والقانون كان يعني صار اختلاف بالقانون يعني بأصل التفسير، ليس بتسلم الورقة، إذن كان هنالك تسلم ورقة من محمد علي زيني، نعم، أعتقد رئيس السن، إيه بالضبط محمد علي زيني، نعم. 2014 قدمت أيضا بأول جلسة، نعم، أنه دولة القانون كانت هي الكتلة الأكبر، ولكن تم اختيار من دولة القانون عندما لم يتفق على السيد المالكي، أيضا ذهبوا إلى دولة القانون باعتبارها الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، فإذا حددت في الجلسة الأولى، وأذكرك بحادثة، طيب، في عام 2010 لما حددت المحكمة الاتحادية كان فصل بين أنه إحنا ائتلفنا وسوينا كتلة أكبر، وأما اختيار القائمة العراقية الفائز الأول، فذهبت إلى لا، التحالف في الجلسة الأولى هو من يكون الكتلة الأكبر، أيضا قدمت في أول جلسة، نعم، فإذا كل الأحداث السابقة تقدم لرئيس السن في أول جلسة، وتعتقد ومن ثم يبدأ الاتفاقيات يعني بعد أن رئيس ترأس رئيس السن تبدأ الاتفاقية، يعني سنستطيع أن نقول أن
بالجزم ربما أن الإطار التنسيقي يعد اليوم هو الكتلة الأكبر قانونا إذا كانت الأعداد صحيحة وتم تدقيقها أيه؟ فأعتقد هي الكتلة الأكبر. نحن لم نعهد أي وين حادثة. وين يأخذنا هذا المشهد برأيك؟ راح يزيد التعقيد أو لا؟ ربما بعدما أعلن التيار الإطار التنسيقي نفسه كتلة أكبر قد يكون الآن إمكانية التفاهم مع التيار الكتلة الصدرية أقرب وأسلس. لا إحنا إذا يعني أنا أحكي لك كتيار حكمة كان دورنا في تيار حكمة تقريب وجهات النظر. طيب. والذهاب بالكتلة المكون الأكبر عبارة عن الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية باعتبار أن هذه التفاهمات موجودة في بين الإطار والتيار الصدري قديم وهم يمثلون الكتلة الأكبر داخل المكون الأكبر. نعم. أن يذهبوا مجتمعين نحو تسجيل الكتلة الأكبر وتسهيل العملية على العراقيين جميعا. يعني أعتقد الآن الموقف الكردي والموقف السني متوقف على الكتلة الأكبر من المكون الشيعي. هسه أرجع لهذا الموقف، لكن خليني أذكر مرة أخرى على أن هذه الصورة زميل مخرج إذا تعيد لياها تمام، التي هي الآن توضح إجراء عملية التصويت كما تشاهدون. هذه الصور تنقل لكم مباشرة من قبة البرلمان، من القاعة الدستورية التي يتواجد فيها النواب وهم يؤدون التصويت، عملية اختيار المرشح لمجلس النواب أو رئيس مجلس النواب. أذكر أيضا أن هذا الترشيح انحصر بالتحديد بين اسمين فقط، هما السيد محمود المشهداني الذي هو الآن يرقد في المستشفى بعد تعرضه لضربة من أحد النواب بعد رفع الجلسة، وأيضا بالمقابل السيد الحلبوسي أيضا هو المرشح الآخر. يتم الاختيار الآن كما تشاهدون في الصور بين النائبين ليكون أحدهما رئيسا للدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي. هذه الصور كما تشاهدوها مشاهدين الكرام تنقل لكم على الهواء مباشرة. بعد قليل ربما سيتم تسجيل الأصوات على اللوحة الموجودة، اللوحتين الموجودتين في أعلى منصة مجلس النواب. الحضور كما أشارت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب هو 205 نواب الذي يحق لهم التصويت وهم متواجدون الآن. الأحاديث أيضا ينقل عن خروج كتلة أو كتل المشكلة للإطار التنسيقي ومعها أيضا كتلة الاتحاد الوطني، معها الجيل الجديد، الحديث عن امتداد أيضا، كلها كتل غادرت مبنى البرلمان بعد المشادات التي حصلت في الجلسة الأولى. هذه الجلسة الآن يترأسها رئيس السن الثالث وهو السيد خالد الدراجي بعد أن اعتلى المنصة باعتذار السيد عامر الفائز الاحتياط الأول لرئيس السن، فتصدر المشهد السيد خالد الدراجي وهو الذي الآن رئيسا لجلسة السن، والتي الآن تشاهدون أن فيها يجري التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب سواء المشهداني أو الحلبوسي. أعود مرة أخرى لضيفي السيد محمد الكناني. سيد محمد، تحدثنا عن الموقف الكردي والموقف السني، كم ممكن أن إمكانية الرهان على أن هذه المواقف ستبقى حتى النهاية، حتى أن يتفق الشيعة على كتلتهم الأكبر أم لا؟ بعد أن قدم الإطار ورقته ككتلة أكبر صار من الطبيعي أن تلتحق هذه الكتل مع الإطار، أيهما أقرب للواقع؟ يعني الواقع يعني الآن يقول موجودة كتلة أكبر. الآن الواقع أنه موجودة كتلة أكبر. زين. والواقع أيضا يقول ان الاطار التنسيقي هو عدد احزاب شيعيه كبيره داخل الاطار التنسيقي، اذا
الكتلة الصدرية نعم مع الإطار التنسيقي هو الحل الأسلم لهؤلاء الكتل السنية والكردية باعتبار أن يذهبوا بالعراق للاستقرار السياسي. سابقا كان عدم اتفاق ما بين كتلتين رئيسية تنعكس على الشارع يعني العراقي، مظاهرات، عدم استقرار. طيب. يعني هنالك توجد مشاكل، عدم ارتياح للأمزجة السياسية ليس بمعزل عنها الكتل السنية والكردية. يعني يجب على الكتل السنية والكردية أن يقفا موقف المحايد كما فعلوا الأيام السابقة. كان هنالك كلام عن دخول البعض مع الكتلة الصدرية أو دخول البعض الآخر مع الإطار التنسيقي. ما أن خرج للإعلام الكلام، ذهب خرجت لنا الكتل السنية والكردية، يعني لم تثبت موقف أنها مع كتلة دون أخرى. إذن الموقف موقف شيعي بصراحة، باعتبار أن حتى الكتل السنية عندما اجتمعت كتلة التقدم وكتلة الخنجر العزم. وجدنا العفو العزم، وجدنا أن هنالك ارتياح في القنوات الموجودة الفضائية وارتياح في المجتمع السني، وأيضا في التفاهم الكردي. عندما يكون هنالك تفاهم كردي نجد أن تنعكس على المجتمع بالارتياح. فقط عند الكتل الشيعية عندما تريد أن تعلن أنها ككتلة أكبر وأن المكون الأكبر، نرى التصفيق بالضد من هذه الخطوة. طيب. وهذه الخطوة تعكس لنا هكذا ممارسة وهكذا سلوك في داخل مجلس النواب. إذن لماذا نحن كتيار حكمة نحدد دائما ونحذر من الانقسام داخل هذا المكون؟ لأن هذا المكون عدد نواب ليس بالقليل، هنالك كتلتين فقط هي تصبح عددها تقريبا يعني 88 و76، عدد يفوق 160 ما عدا المستقلين تقريبا بال40 او 35 نائب. إذن المكون الاكبر يجب ان يكون هو صاحب الكتله الاكبر داخل مجلس النواب حتى يحظى بدعم لرئيس الوزراء القادم. ما شاهدناه 2018 لا نريد تكراره عام 2021. طيب 22. يعني هل بهذه السهوله ستمر الاحداث؟ والله نتمنى أن تمر الأحداث بهذه السهولة، لكن تتوقع أنت أنه تمر الأحداث بهذه السهولة؟ الإطار كتلة أكبر دون الصدر، الصدر كتلة فائزة على الإطار، يعني معطيات كثيرة. هل نتوقع سيناريو محدد معين؟ أعتقد صعوبة تمرير هكذا يعني خيار أن يكون الكتلة الصدرية بمعزل عن الإطار أو الإطار بمعزل عن الكتلة الصدرية. ويعني تكلمنا سابقا بهذا الخصوص، إحنا نرى أي خروج لأي كتلة من الكتلتين داء خارج الحكومة سيكون انعكاسها على المجتمع العراقي وعلى العملية السياسية بالخطر الكبير. يعني خليني أذكر مرة أخرى مشاهدينا الكرام بالصور اللي موجودة حاليا وعملية الاقتراع. أقول لك هواي طولت عملية الاقتراع، شو مو الظاهر السياسي مسوين مو مثل السابق. تذكر يمكن ب 2018 طلعوا لنا واحد يسلم هيك، واحد يقول له اكتب له إذا تذكر أستاذ عيال. زين. حتى شوهت عملية الاقتراع مال مجلس النواب. صحيح. رئيس مجلس. الآن لا، نرى الآن انسيابية ونفر نفر داخل الصندوق. أعتقد تم معالجة هذه الملاحظة السابقة لانتخابات مجلس طيب. النواب. يعني تتوقع أنه بعد اختيار السيد رئيس مجلس النواب بهذا التصويت اللي راح نشوف نتيجته شنو، ممكن أن ترفع الجلسة؟ يعني لازم يعلن عن أعتقد رئيس مجلس النواب ونائبه. هو بعد أن يتم كنا نروح بعد للنواب النائبين. زين، بعد أنت فتحت لي مجال لأطرح سؤال مهم جدا لعد النائب الأول، شو راح تنحل؟ زين، الواضح الآن أن الإطار خرج. لا، أنا شفت بعض النواب الإطار جايدلون بأصواتهم. سعد محمد وين شفت ترى الصورة بعيدة عن قوة؟ شفت أحمد سليم الكناني عضو دولة القانون. زين. تم انتخابي يعني ذب ورقة بالصندوق. أي صدق، أنا أيضا شفته، لأنه شكله مميز الرجل. يعني بعد ابن العم وشفته. هذا توالي الكناني. داخل الإطار التنسيقي فموجود، أعتقد كم نائب موجود من الإطار. شلون راح تنحل عاد؟ والله احنا هم تعلمنا ان من يمسك رئاسة الوزراء في داخل الكتلة يعني الائتلاف الشيعي لا يمسك رئاسة الوزراء. لا هذا حسك انا فهمه.
بس تعال خلينا نوضحها للناس اكثر. شو تريد تقول؟ يعني انا اللي افتهمته اليوم مرشح النائب الاول السيد حاكم الزاملي كما كان حسن فراح الكهلي. يبقى للكتله الصدريه تريد تقول هذا انه هم يرشحون الصدريه، فاعتقد يعني تنازلوا عن رئاسه الوزراء على مفهومنا السابق طبعا ما نريد نجزم. وداعم صاروا الناس ياخذوها هي ورئاسه الوزراء. من حق مطالبه بعض النواب حق نشوفه. مطالبة بعض الكتل السياسية ترى أنها نافسها الفائز الأول كالسيد المالك طيب. 2014-2010 يرى نفسه هو الحق في اختيار رئيس الوزراء وأن يكون رئيس وزراء، ولكن هذا المشهد سهل التطبيق؟ مشهد صعب، صعب. جدا. وهنيالة ليحظى بنائب رئيس برلمان. طيب خلونا مشاهدينا الكرام نذهب معكم إلى فاصل قصير وبعده نعود مرة أخرى لاستكمال الحديث مع ضيفنا وكذلك النتائج التي نترقبها جميعا، من سيكون رئيس البرلمان في دورته الخامسة، السيد المشهداني أو السيد الحلبوسي؟ لم يتضح هذا المشهد حتى يتم الإعلان عن النتائج الموجودة، بعدها ربما يجري الحديث عن النائبين وهنا قد يكون للحديث طعما مختلفا كما أشار ضيفي السيد الكناني بأنه من سيكون النائب الأول، هل سيكون للتيار فما موقف الإطار، والعكس صحيح إذا كان إطار فما موقف التيار. خلونا نروح فاصل وبعدها نعود معكم لاستكمال هذه التغطية. سجاد سالم حسين شاطي الشاطي. سردي نايف عباس سردي البومحي. سلوى عبد الواحد قادر إبراهيم. سلوى محمد رشيد ميران زنقنة. سعد عادل غضيب شتية الحسيناوي. سعيد عبيد كاظم خليفة الموسوي. سقفان يوسف بشار صالح آغا. سلام هادي كاظم عبود الشمري. سميعة محمد خليفة غلاب المحمدي. سناء عودة جاسم خلف اللهيبي. سندس عبد عبد الحسن ثجيل اللامي. سها باسم عبد الأمير كاظم الزبيدي. سهام موسى حمود جبر الموسوي. سهيلة عوفي عبد الحسن يونس العجرش. سهيلة نجم عبد الله جاسم السلطاني. سوران عمر سعيد أحمد.
سوزان منصور كرم علي الدلوي سيبان عزيز حدو خدر مرة أخرى مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وأنتم تتابعون معنا هذه التغطية المستمرة التي تأتيكم من قناة الفرات الفضائية منذ تمام الساعة 10 وحتى الآن وحتى تنتهي هذه الجلسة على خير وسلام بإذن الله تعالى. إلى الآن التصويت مستمر داخل قاعة مجلس النواب لاختيار رئيس البرلمان، كما أشرنا في أكثر من مرة على أن هذا التصويت ينحصر بين شخصيتين هما السيد المشهداني والسيد الحلبوسي. النتائج لم تظهر حتى الساعة لأن التصويت ما زال مستمرا، الجلسة وشكلها ومخرجاتها لا يمكن التكهن بها سريعا لأن هنالك قد تكون أحداث تختلف. الواضح حتى هذه الساعة أنه المفروض أن يكون الإطار هو من قدم نفسه ككتلة أكبر، وبالتالي فهو من يحق له اختيار وتشكيل الحكومة. التيار الصدري ما ستكون ردود فعله وكيف سيتعاطى مع هذا الأمر؟ يجري الحديث بعض ما يصلنا من بعض الأخوان على أن هنالك رغبة للجوء إلى المحكمة الاتحادية في هذا الجانب. هذا الحديث قد لا يأخذ منحا مهما على اعتبار أن الدستور نص على أن الكتلة، وتفسير المحكمة الاتحادية أيضا نص على أن الكتلة التي تقدم نفسها في الجلسة الأولى لمجلس النواب ككتلة أكبر مقرونة بتواقيع النواب فهي لها هذا الحق في تشكيل الجلسة. عملية التصويت مستمرة، عدد النواب الذين يصوتون داخل القاعة 205 نائب. هذه الصور التي تصلكم مشاهدينا الكرام هي صور مباشرة حية الآن من مجلس النواب لعملية الأداء بتصويت لاختيار رئيس مجلس النواب. ضيفي معي هنا في الاستوديو السيد محمد الكناني عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني. سيد محمد مرحبا بك من جديد. طبعا قبل ما أبدو ياك عاجل الآن وصلني مشاهدينا الكرام يتحدث عن مغادرة السيد محمود المشهداني مشفى ابن سينا بالصورة مقرون. ما أدري الشباب يجوز فد شوية وتوصلكم الصورة بالاستوديو، لكن عدي الصورة إذا بالإمكان عرضها. هذه هي الصورة لمغادرة السيد المشهداني لمستشفى ابن سينا. يا ترى سيعود إلى الجلسة أو لا يعود؟ لا نعلم. خليني أرجع أنا أعود لضيفي السيد الكناني. سيد محمد أرحب بك من جديد. يعني هل يمكن لنا أن نتكهن بنتائج التصويت الآن داخل مجلس البرلمان حول رئيس البرلمان؟ ماكو فد مشكله، نقدر، لان هي سهله. شنو المعطيات اللي عندك اول يعني مره؟ شنو اللي تختاره وليش؟ يعني هي من بقي داخل مجلس النواب يريد السيد الحلبوسي، ومن غادر لا يريد السيد الحلبوسي، او يريد ان يكسر النصاب ويعول على ان لا يحصل السيد الحلبوسي على 165
صوت أو هي إخلال بالجلسة ورفضها باعتبار أن السيد محمود المشهداني يستطيع العودة إلى الجلسة وإكمالها أو امتعاض من الأحداث المؤسفة التي صارت في رفع الجلسة من قبل السيد محمود المشهداني أو القبول بما حصل في جلسة السيد محمود المشهدان. هنالك سيناريوهات متعددة، أما الوجود هذا والتصويت يذهب إلى السيد الحلبوسي. أعتذر من عندك سيد محمد، مضطر أن أذهب سريعا إلى مجلس النواب مع الزميل حسين ياسين. حسين لك الكلمة، تفضل. نعم اياد، يعني ما زالت عملية الاقتراع مستمرة للتصويت على رئاسة البرلمان للمرشحين المطروحين السيد المشهداني والسيد الحلبوسي. حتى اللحظة عملية الاقتراع مستمرة للتصويت المباشر للأسماء المطروحة، لكن بتفاصيل أخرى نتحدث معها. معي الآن السيدة النائبة سوزان عن الاتحاد الوطني الكردستاني. سيدتي الكريمة، بداية نرحب بك، نتحدث عن تفاصيل هذه الجلسة وهل ما يجري قانوني باعتبار أنه كانت هناك انسحابات سواء كان من الإطار التنسيقي أو من بعض القوى الأخرى، ولكن عملية الاقتراع مستمرة برئاسة رئيس السن الثالث. نعم، جلسة البرلمان بصراحة بما أنه الجلسة الأولى حصلت بشكل سلمي، الجلسة كانت جلسة هادئة، أدينا القسم الدستوري بشكل هادئ وبشكل القانوني إلى أن حصل أنه الإطار التنسيقي قدم وثيقة بأنه هم الأغلبية، عددهم وصل 88 واحد، وبما أنهم الأغلبية لهم حق تشكيل الحكومة. السيد المشهداني قال أنه لازم يشكلون لجنة قانونية للنظر في صحة الوثيقة المقدمة. اللي حصل أنه حصلت مشاجرة كلامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، مما أدى إلى تدهور حالة السيد المشهداني. والأستاذ خالد الدراجي هو حسب ما سمعت، بما أنه أني بالدائرة الإعلامية فأنتقل من قناة القناة على أساس أنه لازم أرجع للقاعة بالوقت الحالي، ما أعرف الأستاذ الدراجي أكيد راح يكمل الجلسة، بس اللي يحصل بالقاعة بالوقت الحالي ما أعلم به، هسه لازم أرجع للقاعة. طيب، استلام السيد الدراجي إدارة الجلسة هذا شيء قانوني؟ أنا بصراحة مو قانونية فما أعرف أنهم قانوني أو لا، بس في حين أنه الجلسة لازم تستمر قانونيا فلازم أحد آخر يحل محله، فدائما أكو خطة رقم واحد، خطة اثنين، أكيد خطة رقم اثنين إذا تدهورت حالة رئيس البرلمان. طبعا كان هو الوقت. حسين، أسأل السيدة سوزان إذا هي موجودة فقط بالدار الإعلامية، ليش ما يعني ما صوتت لأحد المرشحين لرئاسة مجلس النواب؟ أخبر أنه من الناحية القانونية ممكن تكون صحيحة. طيب سيدتي، أنت هل صوتي على أحد المرشحين؟ مع الأسف ما لحقنا أنه نصوت على أحد لأنه الجلسة وقفت بشكل وقتي، وهسه حسب ما سمعت قل عيني ترى التصويت موجود، تلحق لازم أرجع. إحنا نشوفه موجود التصويت، إحنا كتحالف كنا إلا ذا هي متى الصوت لحق أكيد. صوت التحالف اللي أنا أنضم لها كتحالف كردستان حاولنا لحد آخر دقيقة أنه ما نكون طرف بأي من المشاجرات السياسية والمشاحنات السياسية بين الأطراف الشيعية والسنية. أنتم ستصوتون إلى الأسماء؟ ذكرتها بأكثر من مكان أنه بقاعة البرلمان حصلت مفاجآت وممكن تحصل مفاجآت أكثر في الجلسة لو استمرت. على أساس المفاجآت اللي تحصل بقاعة البرلمان، إحنا ككتلة تحالف كردستان عندنا خطة رقم واحد، خطة رقم اثنين، ثلاثة، على أساس التغييرات اللي تصير، على أساس هاي التغييرات ممكن نعرف ما هي. أكيد لا، من الناحية ما أقدر أقول لك لأن خطة سرية. طيب، من وجهة نظر السؤال الأخير، قضية التصويت سيتم فقط على رئاسة رئيس البرلمان أم النائبين في هذه الجلسة؟ أتمنى أنه يصير حسب تمنياتي، ما أعرف، ما أقدر مثلا أقول إيه لو لا، حسب تمنياتي. حسين متفضل، إذا تسأل السيدة سوزان على النائب الثاني، هل هو متفق عليه عند كل الكرد أم لا؟ سيحظى بمقبولية وتصويت الكرد مجتمعين؟ أنا أشوفه أنه هذا أقرب شيء للواقع حسب وجهة نظري. الشعب العراقي قل صبره بالسنوات السابقة أو بالدورات السابقة، يمكن طول 6 أشهر 7 أشهر لحد ما تشكلت الحكومة وتشكلت رئاسة الوزراء. حسين إذا سمع السؤال اسأل لي السيدة نبأ، السيدة سوزان عفوا، مل من هذه الوضعية. هل التصويت عفوا سيدة سوزان، النائب الثاني، هل تم الاتفاق عليه بين القوى الكردية؟
لحد الآن احنا ما اتفقنا على أي واحد، مثل ما ذكرت أنه على أساس اللي يصير بقاعة البرلمان ممكن بأي لحظة يتغير المعادلة من 1% على أساس. ما تجي عن الأسماء المطروحة؟ ما أقدر أذكرها. شكرا جزيلا أستاذ سوزان. يعني أياد، يعني هذه تفصيلات ذكرتها نعم. السيدة سوزان، لكن بانتظار ما ستول إليه الأمور. لكن هناك جانب آخر، يعني الحديث الآن بعد الانسحابات عن الجلسة سواء كان من الإطار أو بعض القوى الأخرى، الحديث طيب. عن دستورية الجلسة ودستورية ما يحدث الآن من تصويت على رئاسة البرلمان. هذه الجنبة تحتاج إلى تفسير قانوني، يعني باعتبار أنه كل ما يحدث الآن هو خالف الشروط بانعقاد الجلسة الأولى، فبالتالي يحتاج الأمر إلى تفسيرات قانونية، لا سيما وأن إصرار الإطار التنسيق على الانسحاب من الجلسة كان نتيجة أنه عدم دستورية ما يحدث، فبالتالي ما لا نعلم إن سيذهب الأمر إلى المحكمة الإدارية أو المحكمة نعم. الدستورية للبت بشرعية ما جرى أو ما سيجري خلال جلسة اليوم. أياد، أنا أشكرك حسين، وبالتالي أكيد إن شاء الله سنعود لك مرة أخرى في حال توفر لديك المزيد من المعطيات عن هذه الجلسة. مرة أخرى ضيفي في الاستوديو السيد الكناني، يبدو حتى النائب الأول والنائب الثاني لا يزال لم يصلا إلى الاتفاق النهائي، شكل اتفاق نهائي حولهما. أعتقد النائب الأول لم يكن هنالك أي اتفاق شيعي بخصوص نعم. ترشيح النائب الأول. أما الترشيح نائب عن التحالف الكردستاني فأعتقد متفقين يعني على ترشيح نائب. ما جرى اليوم في مجلس النواب، هل يمكن إسقاطه على اختيار الرئاسات البقية؟ يعني الشد والجذب قد ينسحب على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ربما، فنحن جيب ليل وخذ عتابة، يعني أمام أيام طويلة. لا، هي المعضلة رئاسة الوزراء، حتى رئاسة الجمهورية سيد رئاسة محمد الجمهورية أيضا العام لا وجود غير واضح التوافق عليها إلى هذه اللحظة. لا، الجماعة هنا الأخوة الكرد عندهم بس حادثة واحدة صارت ب 2018 طيب. وتم حلها في بغداد بكل بساطة بالاقتراع، الشخص المرغوب منه فاز السيد برهم صالح. كان التنافس بين مرشح للسيد برزاني ومرشح للسيد للاتحاد الوطني الكردستاني طيب. فحسمت في بغداد باعتبار ان بغداد المكونين عندما يتفقوا مع الكرد مجتمعين طيب. في هذه الانتخابات وعند دخولهم سمعنا تصريحات من الكتل الكردية انهم ماضين ومتفقين على ترشيح نائب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، انه لا يوجد خلاف، نحن جئنا بورقة وهذه الورقة سوف تدخل الحداثة للعملية السياسية وإلى الحكومة القادمة. هكذا سمعنا من الأخوة الكرد. إذن الأخوة الكرد هم قالوا نحن لا توجد لدينا مشكلة في الترشيحات، نتفق نحن والاتحاد الوطني الكردستاني باعتبار أن الجيل الجديد ذهب مع امتداد بتحالف، يعني بيناتهم أكو تفاهم وتحالف مع حركة امتداد أنهم معارض، ولكن تبقى الاتحاد الوطني الكردستاني نعم. والبارتي واليكتي هم يبقون متفقين في كل انتخابات، يدخلون على موقف موحد باعتبارهم هم من حسموا انه رئاسة الجمهورية ونائب رئيس برلمان يتفقون، ولكن المشكلة في رئاسة الوزراء هي من جيب لي الوخذ عتابه هي هاي القضية طيب. الكبرى رئاسة الوزراء فعلا هي قضية كبرى. هل نستطيع أن نخمن بالأسماء من وجهة نظرك أستاذ محمد في موضوعة رئاسة الوزراء؟ أعتقد كل ما يطرح وكل ما يقال هو حرق أكيد لا يوجد من شو. يمتلك يعني أنا أرى خيار صعب جدا وأراه بالأفق، ولكن لا نستطيع البوح به. يلا أنا ما راح أضغط عليك كثيرا في هذا الموضوع. وهو ما يخافون منه النواب الآن هاي المشاكل لهذا من هذا الاسم، يعني ما أعرف بعد وضح لنا مشكلة اسم يقصي. يعني خلينا نرجع مرة أخرى مشاهدينا الكرام للتذكير بما يجري الآن في مجلس النواب، وهو
موضوعة التصويت على اختيار رئيس مجلس النواب بين مرشحين المشهداني والحلبوسي. نذكر أيضا أن السيد المشهداني غادر مشفاه قبل قليل من الآن ابن سينا، ولا أعرف هل كانت وجهته إلى الجلسة أم إلى مقره الخاص، لكن بالنتيجة هو غادر المشفى. إذن نحن سيد محمد هل أمام جلسة طويلة بعدها سنذهب إلى خيار النائب الأول والثاني؟ أكيد سيجري بنفس هذه العملية أم لا برفع الأيادي؟ أعتقد لا بالاختراع إذا كان أكثر من مرشح. إذا كان أكثر من مرشح وإذا مرشح وحيد يكون بفرز الأيدي بحساب الأصوات أو الإلكتروني. طيب إذن إلى حين ما نرى ما سيصل إلينا من مجلس النواب والتصويت الذي يجري فيه الآن، مشاهدينا الكرام نبقى مع هذه الصور وبعدها فاصل ثم نعود لنتواصل معكم بهذه التغطية حال ورود أي معلومات أو معطيات أخرى. مرة أخرى مرحبا بكم مشاهدين الكرام وأنتم تتابعون معنا هذه التغطية التي تستمر معكم من الفرات الفضائية عن الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الخامسة. الآن في هذه اللحظات ومنذ ما يقرب من ساعة تقريبا يجري التصويت على اختيار رئيس مجلس النواب كما تشاهدونه معروض أمامكم في الصورة والصوت. وهذا التصويت انحصر بين نائبين اثنين وهو من ممثلين عن التحالف السني أو المكون السني وهما السيدان محمود المشهداني والسيد الحلبوسي. المعطيات ربما في الأعم الأغلب تشير إلى إمكانية أن يفوز الحلبوسي بهذا التصويت. قبل دقيقة من الآن بالضبط السيد مشعان الجبوري ذكر في تغريدة له بأنه يتنبأ بعد أقل من ساعة سينال السيد الحلبوسي الولاية الثانية، وهذا ربما هو ما متوقع. الآن قانونيون أيضا يؤكدون أن المشهداني رفع الجلسة الأولى للبرلمان ولا يمكن إعادة استئنافها إلا بإذنه. أستاذ محمد وياي التصويت، القانونيون يؤكدون أن التصويت على اختيار رئيس البرلمان يشترط الأغلبية المطلقة. إذن ما حصل في الجلسة الأولى بحضور السيد المشهداني سيد محمد يعني يعتبر هذا جرى في الجلسة الأولى، ما ممكن العودة إلى مرة أخرى بين هلالين، بمعنى أن اختيار الإطار أو تقديم الإطار ورقته ككتلة أكبر بات أمرا مفروغا منه لا جدال فيه. أكيد وحتى إذا من سألتني قلت لي على أنه شلون استأنفت أو كذا، قلت لك يمكن أعتقد خروج الإطار باعتبار أن هذه الجلسة غير دستورية أو قانونية، هم يعني يعتقدون أن هنالك ظرف حصل للسيد المشهداني. ممكن البقاء بجلسة مفتوحة رفعها أن تبقى جلسة مفتوحة والعودة لها برئاسة السيد المشهداني. فإذا هنا هذا اللي كان يعني الملاحظة اللي كان نتحدث الآن ربما عن تصويت قريبا سينتهي. التوقعات وحتى ربما أنا وأنت قبل قليل تحدثنا عن أنه الحلبوسي قد يكون هو في هذه الآلية الحلبوسي، باعتبار لا يوجد أي أحد داخل القاعة ورافض الحلبوسي. المشكلة هنا أنا مو يم الحلبوسي سيد محمد، المشكلة كيف سيجري أو ما هو السيناريو الذي سيكون حول النائب الأول إذا ما تم الآن إعلان الحلبوسي رئيسا. النائب الأول شنو السيناريو اللي راح يصير؟ راح يصير توافق، راح يكون مرشح الصدر أو مرشح الإطار هو الأوفر حظا، شلون تتوقع السيناريو المقبل بالنسبة للنائب الأول؟ يعني هو على الكتل السياسية مثل ما أعتقد كل المكونات احترمت خيار الكتلة السنية، الكتلة السنية باعتبار أن مرشحنا السيد حلبوس. نعم. والسيد محمود المشهداني هو من رشح نفسه. فأعتقد كل الكتل الشيعية تذهب بخيار السنة، إن كانوا السنة مجتمعين على الحلبوسي لا أعتقد هنالك خلاف شيعي حول الحلبوسي.
فقط يبقى أنه الاتفاق في الدورات السابقة هنالك اتفاقات قبل الجلسة الأولى تحدث، هذه الاتفاقات هي تمضي عليه تشكيل الحكومة وانتخاب مجلس النواب ونائبين المجلس وحتى رئيس الجمهورية حسب الاتفاق. هنالك لا يوجد دستور، صح؟ الذهاب بالأغلبية، الآن الذهاب بكتلة أكبر قد يكون من ثلاث مكونات، ولكن هل هو هذا عرف للسياسة العراقية؟ لا، لا يوجد عرف، باعتبار أنت ترشح من تريد، ولكن المكون الأكبر ترشيح يكون وفق المكونات الثلاث. هو هنالك خطأ حتى عند طرح تيار الحكمة للأغلبية الوطنية قبل الاتفاق أن يكون هنالك أغلبية وطنية، والأغلبية الوطنية المطلقة ليست البسيطة التي تتعثر بأي وقت وعند تشكيل حكومة. طبعا وأنت تتحدث هنالك تصريح على ما يبدو للسيد المشهداني يقول فيه بعد خروجه مباشرة من المستشفى، يقول: ما زلت أنا رئيس السن ولا يمكن رفع الجلسة إلا بإذني. والله هاي إرادة لها، مو محكمة اتحادية إرادة. عجيب، يعني إحنا أمام مشهد في كل ثانية ربما. أعتقد هو لم يموت، يعني أعتقد يعني أنا بينت في بداية أتمنى له طولة العمر، ولكن أعتقد إلى طولة العمر السيد المشهداني في بداية الحلقة أو التغطية عفوا، أنا أشرت على أنه يجب أن يكون هنالك ظرف قاهر، إما الموت أو صاروخ يقع أو ما، يعني الرجل لم يطمئن، حتى مجلس النواب لم يطمئن على صحة رئيس البرلمان السن، فذهب إلى انعقاد جلسة. أنا تفاجأت، أنا يعني كان في بالي أنه تنعقد بعد يوم، يعني عند خروج السيد المشهداني أو اعتذاره عن رئاسة الجلسة، وهنا أيضا تذهب إلى المحكمة الاتحادية. لو اعتذر السيد محمود المشهداني عن إكمال الجلسة الأولى المفتوحة، ماذا سيحصل؟ يعني نذهب بها إلى المحكمة الاتحادية للتفسير. لا يوجد هنالك في مجلس النواب خبراء قانون أو الحق إلا اللهم هم لديهم، يعني في داخل مجلس النواب أمور لا نعرفها قانونية. يعني لو تم بالفعل ترشيح السيد حاكم الزاملي لمنصب النائب الأول، هل تستطيع أنه من السهل أن يمضي؟ إذا مضى الحلبوسي، السيد الحلبوسي اليوم إيه؟ بعدد 165 أعتقد إذا متفقين. أما إذا التزم، إذا التزم بقية المكونات التزموا بالاتفاق الشيعي وأن الكتلة الأكبر هي من تطرح أسماء، والله صورة الحلبوسي اللي نزلها الآن بين صورة مع الرئيس، خل أراويك إياها، بين صورة مع الواحد، لا طبعا انتظر النتيجة مالته ويضرب نفسه ناجح. طبعا احنا مع السيد الحلبوس انه انحسم الموضوع حتى ترشيح السيد محمود المشهداني، اعتقد كما اذكرني بحادثة وهي ترشيح السيد احمد شلبي نفسه في عام 2014 كنائب لرئيس البرلمان مع اتفاق الكتل الشيعية على الدكتور همام حمودي، الشيخ همام حمودي، فهم كانت نفس العملية، انه انا رشحت نفسي شخصيا، أنا رشحت نفسي شخصيا، وبالتالي ما أعرف السهادة شقد ممكن أن يعقد الموضوع حينما ينص. لكن أعتقد تصريح السيد المشهداني الآن يعني نزل على المواقع الرسمية، كان قبل قليل يعني تصريح خاص وصلنا يؤكد فيه أنه ما زلت رئيس السن ولا يمكن رفع الجلسة إلا بإذني، ستنتفي له الحاجة في حال تم التصويت على السيد الحلبوسي، ما يعني لا يعد ذا قيمة بعد ذلك ربما. لا أعتقد هنالك أمور قانونية يجب أن تجري، هي أمور قانونية لا يمكن القفز على القانون. هسه القانون الآن مرات بمطاطية في أمور مالية جنبه، ولكن ليس رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس النواب وتحديد القوانين اللازمة والشرعية التي ينتخب بها هي، والجلسة الأولى والمواد اللي بيها قانونا هي محل جدل، يعني أعتقد المحكمة الاتحادية. ولكن إذا تم التصويت بهذه الآلية، هل من الإمكان، إحنا نأتي إلى هل من الإمكان ضرب الاتفاقيات كلها والرجوع إلى نقطة الصفر؟ يعني أعتقد صعبة، ولكن بهاي التصريح للسيد المشهداني أعتقد به جنبه
حق ككلام انه يمثل، يعني يمثل هو رئيس مجلس النواب الاكبر سنا، ونحن الان لم نغادر يوم 9/1/2022، يعني كان انتظار السيد محمود المشهداني انه يستطيع يكمل الجلسه بهذا اليوم، لا اولى انتظاره. هذا اللي افهم من كلامك. عندي واحده من المعطيات وربما ترقى الى مستوى معلومه، تقول هذا الشد والجذب اللي نشاهده اليوم في الجلسة وفي التصريحات وفي المواقع كله أمر طبيعي، ويراد بالفعل أن تتشكل الحكومة بأقل التقادير في الشهر أو نهاية الثالث بداية الشهر الرابع من هذا العام، حتى يأتي هذا الموعد منسجما مع موعد انتهاء الحكومة الحالية اللي المفروض تنتهي قبل الانتخابات المبكرة، تنتهي في شهر نيسان 22. أنت تتفق مع هذا الرأي أنه قد نحتاج شهرين أو ثلاثة من الآن حتى تكتمل الحكومة وتشكيل الحكومة؟ لا أتفق مع هذا الرأي، كون هذه الحكومة حكومة كانت بدل حكومة السيد عبد المهدي، يعني لم تكن هي لأربع سنوات حتى تكمل لأربع سنوات. هاي نقطة. النقطة الثانية، نعم، هو كان حكومة، هو بالفعل الحكومة يعني استلمت 2008، كان المفروض قصدي انه يوم 2018 تنتهي عد 22 الدوره البرلمانيه، ها، وليس الحكومه. الحكومه السيد عبد المهدي باشرت بايلول 2018، طيب، واستقالت في نهايه 2019، نعم، وجاءت حكومه السيد كاظم بدايه العام 2020 واستمرت. اذا هي حكومه غير طبيعيه حتى اتعامل مع هذا التعامل. اثنين، هل بالامكان ان تشكل خلال شهرين؟ فنعمه. طيب. يعني هذا انجاز اذا شكلت حكومه. على العموم انا اشكرك جدا، كنت معي ضيفا كريما الاستاذ محمد الكناني، عضو الهيئه العامه لتيار الحكم الوطني، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، التغطيه معكم ستبقى مستمره الى حين اعلان النتائج الخاصه بالتصويت لرئاسه مجلس النواب. الى ذلك الحين نأخذ فاصل ثم نعود بعد ذلك مشاهدينا.